أصعب شيء على الإنسان أن ينتظر إنسان عزيز عليه وصعب أنه يرجع. عيد عيد حرية. عدينا مرحلة المسرحيات، صرنا بنشوف أفلام. البيت هذا ما يسعني مع البواقة وبنتها. كفر كفر، لم يتسمى فوق أبريس. أنا أشوف أنه ما له داعي عادل يكون معنا بالبيت بعد وفاة أمه. عادل ولدي وأنا اللي مربيه من كان عمره سنتين. أنا ما عندي لا أم ولا أم. في روح ما تطول، كانوا يطعنون بشرفها وأمانتها. أنتي هني بالآمر الناهي. أنا غير، أنا ما جيتي هني من باب المخافة. إذا أنتي ناطرته يموت علشان تورثينه، أنا مستعدة أبيعك فلوس أكثر من الورث. أنا لا متى قاعد أتحمل هالأشكال هذه، لا متى قاعد أتحملها. أنا صدقت، ألقى لي أمل أتعلق فيه. أقول أهل البيت يدرون إن هذا خرج سجون. إذا لميناك من الشارع وجبناك وحطيناك هني بزوجك بنتي. شو أسوي؟